انتو عم تتخيلوا لو ويلي وونكا والشوكولا تبعه كانوا حقيقة قديه كان حيزيد وزننا؟ I don't care. وونكا هو فيلم كوميدي وخيالي وراقص من إخراج بول كينغ. رح نرجع نشوف شخصية ويلي وونكا من جديد من بعد 18 سنة لما كان آخر ظهور لهالشخصية مع جوني ديب بال 2005 مع جين وايلدر بال 1971. Help. Please. رح يختلف فيلم وونكا عن الأفلام يلي سبقوا أنه هالفيلم رح يحكي عن بدايات وونكا ومغامراته لما كان صغير وكيف تعرف أول مرة على الأومبا لومباز ليفتح معمل الشوكولا الشهير تبعه. وهالمرة رح يمثل شخصية وونكا تيموثي شالامي إلى جانب عدد كبير من نجوم هوليوود. الفيلم رح يكون عم ينعرض ب15 كانون الأول بكافة صالات السينما. بس